السلام عليكم. اليوم نعرفكم بحي جديد يعني الأشغال به تقرب من النهاية، والحي هذا يتضمن 2000 مسكن ببلدية خنشلة. إذن هذا هو الحي هذا، ودائما نعود نولي النقطة مهمة جدا، وهي أن الأحياء هذه نراها متبعثرة في مساحات كبيرة جدا، ولا بدون ما يكون فيها يعني تواصل بين الأحياء. هذا المشكل هذا موجود في جميع تقريب ولايات الوطن، وهذا لأنه فيه يعني السياسة نتاع شغل الأراضي غير متبعة بطريقة جيدة، ولازم يكون فيه ضوابط في التوزيع العمراني هذايا. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.